السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي الأدبي الأزهري، محل تمارين الدرس الخامس اللي بيتكلم عن اللاست داي، اليوم الآخر. نبدأ بعون الله. أول حاجة سيركل ذا رايت تشويس، سيركل ذا رايت تشويس يعني اعمل دايرة على الاختيار الصح. ذا لاست داي is also known in the Quran as the day of، اللاست داي معروف نون في القرآن بأنه day of ايه؟ تمام، ها judgment، day of ايه؟ judgment، يوم الفصل او يوم الحق، المهم يوم الذي يحكم فيه، يوم الفصل مثلا، day of judgment. تمام. طيب number two، the belief in the last day is، ها تمام، essential، ضروري مش اختياري. the belief in the last day is essential، ده ركن من اركان الايمان. The last day will lead to نقط happiness or sadness. lead to ايه؟ بيؤدي لايه؟ happiness و sadness. happiness يعني سعادة و sadness يعني حزن. طبعا ايه؟ everlasting يعني دائما، بتساوي كلمة eternal يعني الإيمان باليوم الآخر بيؤدي إلى سعادة أبدية أو حزن أبدي والعياذ بالله. تمام، مصير الإنسان يعني في اليوم الآخر إن شاء الله سعادة يا رب. number four، الله promised heaven اللي هي الجنة قصده، يعني وعد بالجنة to those who نقط him، طبعا to those who إيه؟ obey him، الذين إيه؟ يطيعونه. obey يعني يطيعونه. physical number five، physical death الموت بتاع الجسد ده is to another kind of existence. أيوه bridge يعني عبارة عن كوبري، مش كوبري طبعا، يعني موصل إلى. ال physical death is a bridge، تمام، موصل إلى، هو طبعا bridge ترجمتها الحرفية كوبري، لكن هنا يقصد إيه؟ موصل إلى أو موصل إلى another kind of existence، لنوع آخر من الوجود اللي هو الوجود ال higher، طبعا قلنا الأعلى. تمام. true or false، the greatest day for anyone is his or her birthday. ال greatest day أعظم يوم لأي حد هو ال birthday اليوم الميلاد بتاعه، طبعا خطأ. false، the last day leads to eternal happiness or eternal misery. طبعا ايه؟ true، صحيح، يا كده يا كده، يا جنة يا نار والعياذ بالله، ان شاء الله الجنة. number three، humans will never be questioned about their deeds. ال humans مش هيسألوا، will never مش هيسألوا، be questioned about their deeds عن أفعالهم، طبعا ايه؟ false. number four، Allah has not created the universe in vain، لم يخلق الكون عبثا، in vain، طبعا ايه؟ true، صحيح، الحمد لله. Allah has not created the universe in vain. number five، Allah alone will be the judge on the day of judgment. Allah هو الحاكم أو هو الذي سيفصل بين الناس وحده، طبعا ايه؟ هو سبحانه. number five true، تمام، وهو alone وحده هو الجدج بتاع اليوم الجدجمنت. تمام. الماتش بقى immortal اللي هو الخالد، تمام، not subject to this يعني مش هيخضع للموت، ما بيموتش immortal، يبقى a one مع d. doomsday يوم القيامة، تمام، اللي هو judgment day، يبقى c مع 2. inevitable طبعا، inevitable طبعا قلنا ايه؟ حتمي، يبقى sure to occur، يحصل هيحصل، يبقى 3 مع ايه؟ books of deeds، تمام، books of deeds اللي هي الريكورد، الريكورد اوف بيرسونز ديد، سجلات بتاعت الاعمال بتاعت الناس، books of deeds. emphasize طبعا ايه؟ to stress upon، يؤكد على، تمام. طيب mention three other names mentioned in the Quran for the last day and state the difference between the names. عايز تلات أسامي في القرآن للاست داي. طبعا قلنا the resurrection day، the day of judgment، hereafter أو hereafter. تمام، ادي تلات أسامي. في عندنا اهو hereafter، hereafter ده يعني مفيش حاجة بعده، hereafter because there will be no day after it. تمام. وفي عندنا the day of resurrection، ليه سموه resurrection؟ عشان الديد
يوم البعث يعني ال dead will be resurrected، سيبعثوا. وتالت اسم طبعا the day of judgment، ليه سموه judgment؟ لكل واحد هيستلم ايه ال records of deeds، سجل الأعمال بتاعه، عشان كده ايه كأنه يوم قضاء وفصل. بعد كده how does belief in the day in the last day affect our life، ازاي الإيمان باليوم الآخر بيؤثر على حياتنا. تمام، طبعا دي إجابتها ايه، طبعا هي ايه هي guides ال belief in the last day will guide the actions and the deeds. تمام، ليه؟ لأن كل شخص will be questioned، عارف ان هو سيسأل، will be questioned. Asked how does belief in the last day affect our life، ده معناه قلنا guides our ايه our actions، او guides ال action بتاعتنا عشان ايه. طب what will each one receive on the last day، هيستلم ايه ال records of deeds، سجل أعماله. ترجمة بقى، the belief that mankind will rise from the grave is an integral part of the three divine religions Islam, Christianity and Judaism. الاعتقاد بأن الإنسان سوف يعني يبعث will rise from the grave، سيخرج من قبره، is an integral، حاجة مشتركة، integral part. تمام، يعني ايه عنصر مشترك بين ايه 3 divine religions، 3 divine ايه religions، الثلاث ايه اديان. تمام، الاسلام اسلام و كريستيانيتي و الجوديزم. طيب توزن اعمال الناس يوم القيامة، فمن غلبت حسناته سيئاته كان من الفائزين. Those whose good deeds outweigh their bad deeds will merit paradise. Those whose good deeds outweigh their bad deeds will merit paradise. بس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.